إيريك. هي دورين، الدور الأرضي والأول دوبلكس، والدور التاني على شقتين. بعد كده بنخش المدخل، ده مدخل الفيلا للناحية اليمين، وبعد كده الناحية الشمال اللي فيها الرامب للجراج. ننزل بعد كده الجراج. الجراج فيه تقريبا مكان لحوالي 6 عربيات، وبتنزلهم عربية لاند كروزر، يعني مساحته كبيرة، 6 عربيات، وفي اوضتين، اوضة للجيم واوضة للشغالة. ده الفيديو من الداخل. ده الريسبشن، رخام اخضر هندي. ده السلم برضه رخام اخضر هندي. وبعدين بانوراما، الظهر بانوراما، الدور الاول والارضي والاول. وبعد كده دي اوضة السفرة، فيها فتحة مناولة على المطبخ. ده المطبخ. بعد كده نطلع على الدور الفوقاني. الدور الفوقاني ده ريسبشن اوفيس، شيل صالون. بعد كده 5 غرف، غرفتين دول بحمام، وفيها دولاب بلاكار. دي الغرفة التانية تقريبا نفسها، بس دي فيها بلكونة اللي فيها المنشور، وببص على الجنينة تحت. بعد كده غرفتين نوم، واحدة صغيرة للبنات بحمام منفصل. وبعد كده الماستر روم الكبيرة، دي فيها بلكونة على الواجهة، والواجهة بحر. دي الواجهة بتاعتها بحري. برضه الأوضة دي الكبيرة الماستر فيها دريسنج روم، وفيها حمام خاص بيها. دي الغرفة الخامسة، غرفة معيشة. ودي برضه ليها بلكونة على الواجهة البحر. ده المنظر من البلكونة.